الحزن بيجي مع المنتخب لما بتبقى شكلك وحش. حسيت منتخب مصر يعني تراجع قد ايه وضعيف قد ايه لما ما تأهلناش كاس افريقيا 2015، لما خسرنا ساعتها رايح جاي من تونس ومن السنغال. كان ماتش مصر وتونس في دور الثمانية في 2000، يعني احنا كنا عاملين ماتش ممتاز جدا قدام تونس، عرقلة ملهاش لازمة تحسب علينا ركلة الجزاء، ماتش احنا كنا راكبينه فروم A تو Z، الا ان تفصيلة صغيرة هي اللي دخلت تونس الماتش وهي اللي كسبتها. كتير كتير مع المنتخب الحظ في امم افريقيا يعني، لكن تظل برضو بطولة 2004 لان احنا كنا رايحين بجيل حلو. ما قدمناش اي حاجة في البطولة دي خالص. انا فاكر حتى وقتها بما ان ميدو كان هو نجم البطولة عمل اعلان لواحد راجع في المطار، والمطار كله الاستاف كل المطار زعلانين ومتضايقين، هو بيقول لهم هنصالحكم في تصفيات كاس العالم. طبعا ولا صالحناهم ولا حاجه، وما عرفناش برضو نوصل كاس العالم كالعاده. كنا بنلعب الجزائر في ماتش في دور المجموعات، وكنا عاملين ماتش حلو جدا على الجزائر، لو اتعاد 10 مرات هنكسبه 5 في الشوط الاول، ولكن ضيعنا كم فرص. انا فاكر كابتن احمد حسن كان في كوره زق في احمد بلاو كان داخل انفراد وطلع الكره بره، فده كان ماتش كان عصبني جدا. وفي الاخر اللي يجي حسين عشو هو يعني الراجل طلع عليه لقب الحرامي بعد الماتش ده. الفشل في 2004 خصوصا مع المباراه الاخيره وعدم يعني ممكن اقول ان المنتخب المصري كان بيلعب في اخر مباراه قدام الكاميرون في 2004 من غير اداء قوي، بتحس ان هو كان مضحوك عليهم. اكتر لحظه اتضايقت فيها مع المنتخب في كاس الامم كان 2017، خروج من الدور الاول طبعا كارثه وكده، بس انت وصلت النهائي خلاص، ايه وصلت النهائي تكسب ما تخسرش. الخساره كانت غير متوقعه قدام الكاميرون بسبب اخطاء دفاعيه. زعلت مرتين، زعلت علشان كان خسرنا اللقب طبعا، وزعلت كمان علشان هكتور كوبر، وانا كان نفسي ان هو يتقال في التاريخ ان هو منتخب مصر هو اللي فك عقده هكتور كوبر مع النهائيات. يمكن اكتر لحظه زعلت فيها ودي غريبه شويه، احنا كسبنا في الماتش ده، كسبنا 4-0 كمان الجزائر في نص نهائي 2010، لان ده جالي على الجرح بسبب الهزيمه في ام درمان، وحسيت ان الفوز ده كان المفروض يحصل في تصفيات كاس العالم مش في كاس الامم الافريقيه، وان حتى لو كسبنا 10-0 احنا في الاخر مش هنوصل كاس عالم. يمكن الواحد متذكر قوي الصدمه اللي حصلت في 92 في البطوله دي، كان مكتوب ان احنا حاجزين ذهاب تذاكر الذهاب وحاجزين تذاكر العوده في الطيران مع الماتش النهائي. كان احباط ان ده جيل كاس العالم، جيل الجوهر اللي كلنا يعني بنعشقه، وكل السكواد كله كان اكتر من رائع، ورجعت باحباط كبيره.